يا جودة اصحى يا جودة. لا ويابا ايه في ايه؟ ابوك يا جودة. ابوه ابويا ماله؟ مات تاني؟ الحكومة عطيت التربة على دماغه. ليه؟ عمل ايه هو ميت؟ قوم يا اخويا، العيلة كلها بره. عيلة مين؟ عيلتنا يا جودة. عيلتنا؟ واحنا لينا عيلة؟ ايوه، عمك سعيد وعمتك جمالات وبناته. انا عمري ما شفتهم. ما هم كانوا كل مرة قبل كده وانت مسافر. يا خرابي. السلام عليكم. ابنكوا يا حبيبي. حبيبك مين يا عم؟ وانا عرفك. الدنيا تلالة فيه. بس بقى يا اخوان. ايه؟ انت عمتي صح؟ نفس مناخير ابويا ودقن، الله يرحمه. ربنا يرحمه يا اخويا، ربنا يرحمه. خير يا عمي؟ الجواب ده جالي من المحافظة. ولك لازم تاخد التربة في الايام دي، والا اللوضة هسوي العم بالتراب. اخد التربة ليه؟ هي التربة دي مش ملك؟ ملك طبعا، دي بتاعت جدي اللي هو ابو جدك. اما هي ملك هيدوها ليه؟ بيقولوا ناس كبار برضه حدها له وبيعملوها مشاريع استثمارية. ايه يعني بقى المطلوب مني انا؟ يا ابني انت راجل العيلة، وبنات عمك وبنات عمتك مالهمش في المشوار ده. وانا بقى اللي راح للتربة. وهينزل معاك عبد صالح التربة، وهيقول لك الرجالة فين والستات فين. صباح الخير يا عم صالح. صباح الخير يا جودة. ايه اللي بيحصل ده يا عم صالح؟ زمن العجل، عشنا وشفنا، حتى الاموات باعوهم. زمان كان الموت ليه حرمه، انما تقوليه روح يا ابني روح، روح لم العيله قبل ما اللودر يخش عليهم يطحنوا في التراب. طب ممكن تقوم معايا؟ عشان عايز ارول كل واحد لوحده في اللزاق ده، وانت اللي عارفه. هم قد ايه؟ ده انا طلبي برنس. شفتني قمت مع حد من اللي حواليك دول؟ لا بلد. بلد بس بشتغل بمزاجي. انما اقول لك ايه بقى يا جوده، ابوك الله يرحمه كان حبيبي وصاحبي. الله يرحمك يا مصري. وحدون. لا اله الا الله. كله من عليا يا فادي. ايه ايه انت بتعمل كده ليه؟ لان كله فادي. بيت امك يا عمي. اموات بتوصل اموات. يا عم وطي صوتك الله يكرمك. ايه يا جوده اسمعني كويس. انا سام. اللي علي من دي تبقى قط الرجاله. وعلى الشمال دي تبقى قط الحريم. طب وفين الحمام؟ الأموات يا جودة ما بيعزوش حمام. تعال ورايا يا جودة. عمي وطي صوتك الله يكرمك. وأنا قلت حاجة. تعال ورايا. وراك. وبص بعينك واستوعب. الله يرحمك يا مصري. أبراج النايل سيتي. تعال أركب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. يا ده البني ادم زي الانسان، لو مات يتوفى. شكرين يا عم. على رأي المثل، تدعي ربك يصلح الحال تلم العيلة كلها في شوال. الشوال؟ الشوال؟ ولا؟ ولا؟ بيات أمي يا جودة، أنا عايز أمي. أنا عليك يا أما. مكتوب لك تتوه وأنت ميتة يا أما. يا إخوانا أنا عملت محضر في الاسم، وإن شاء الله الحكومة هتلاقيهم. هي الحكومة بتلاقي الأحياء عشان تلاقي الأموات؟ الله يخيبك يا جودة، تضيع عيلة بحالها. في البلدي هندي كل مواطن مصري عنده 21 سنة أو أكثر محفظة مالية اللي سميناها الصك،
هيتملك من خلالها أسهم في لعدة شركات مملوكة الآن للدولة. سامعين يا اخوانا؟ سامع كمان حضرتك؟ الحكومه هتدينا 86 شركه من شركات القطاع العام يا عم. بصراحه بقى مش مصدق الحكومه دي. عم الحداء بتحدد الكتاكيت يا عم. الحداء شبعت من الكتاكيت. زهقت من الكتاكيت. ايه يا اخوانا؟ ليه بنشكك في كل حاجه كده؟ انا كنت عارف ان هم حاسين بينا، مش هيسيبونا ناكل في بعضنا ونبيع لحمنا ودمنا وشرفنا. يا عم انت بقى كفايه عبط بقى، سيب الكلام ده للرجاله والاستاذك. دول يا عم بيشتغلونا، ده اكيد فخ ومعمول لنا. ده عم كفايه سواد بقى واحباط بقى، حرام عليك. انت ايه يا اخي؟ الحكومه سهرانه الليل عشان مشاكلنا، ما بيناموش عشان احنا ننام. عمرك دخلت اسم لقيته قافل؟ عمرك مشيت في الشارع بالليل ما لقيتش لجنه ووقفوك وفتشوك وطمنوك؟ اصل انت يا ابني لا اتغربت ولا دقت الذل والمهانه. طب روح هايص هايص بعلوم. طب لهم يا فود روح طمن، ما انت سطح ومندفع وهاوس. ماشي بالروح بالدم. هنمشي ازاي بقى؟ جابوا العربيه دي هتوصلكم لغايه القصر جوه. اتفضل. شكرين يا باشا. اركبوا هنا. السلام عليكم يا اسطى. السلام يا بشوات. شايف التكاتك بشوات؟ ايه في الباب؟ شفتوا الزرع هنا بيشرب ميه نظيفه ازاي ومن غير عدادات؟ ايه ده ايه ده؟ حتى الكلب بيستشمروا شعره. هتلاقي ده بياكلوا سندوتشات كبده ومخ وشامبو. طبعا نفسك تبقى كلب. عرفت فلوس الشعب بتروح فين؟ هم دول الدئاب يا جوده اللي خلوا ايامنا سودا. عشان كده بقى عاملين اسوار عاليه عشان زينا ما نشوفش عشيتهم جوه ازاي ولا ايه؟ بصراحه عندهم حق، بس ما تعبش نفسك يا باشا. دول اللي بينفع معاهم لا غير ولا حقد ولا حسد. عمال فلوسهم تزيد تزيد تزيد. صراع فحش. فيك انت هايص هنا معاهم طبعا. بصراحه بناكل احلى اكل، ولو في حفله في قصر من دول يا خرابي. نسوان وحريم وبنات وخرفان، وساعات يا باشا في خمره. استغفر الله العظيم. يعني ده انا مره يا باشا ضربت نص ازازه. خلاص يا عمنا ما خلاص يا ابا. عاتب واحد واللي نازل اخر الخط. شايف ثلاث سرايا؟ لا وصفره. يلا اتفضلوا استراحوا في الجنينه، الحاج نازل دلوقتي. ماشي يا باشا. يلا يا خرابة يا صاحبه. يلا ايه الهنا اللي انا فيه ده كله؟ يا مرحب يا مرحب بحبايبي ولاد حبايبي ولاد حتتي. اهلا سهل زي جود. اهلا سهل زي السهل. اقعدوا. لا مؤاخذة يا حاج، اذا كنا جينا لك يعني في وقت مش مناسب. لا يا راجل ما تقولش كده. مش مناسب ده ايه؟ بيتك ومطرحك يا راجل. شفت بقى عم الحاج اللي بيحصل فينا؟ الميه والنور بقى والكتروني والدفع مقدم والتراب هدوها والشوارع عاملين لها رسوم وكل حاجه غليت يا حاج. مش عايزيننا ننزل من البيت، احنا كده مش قادرين نعيش. ومال يا اخو مستحمل؟ احنا في مرحله انتقاليه من النظام الاشتراكي الى النظام الراسمال، السوق الحر المفتوح يعني. عايزين نحقق فرص عمل للشباب، نقدح البطاله يا اخي. يا حاج عبد الستار احنا جيل عشنا عمرنا كله مراحل انتقاليه. اتولدنا لقينا شقلباز على الملكيه، وقالوا لنا الملكيه وحشه والجمهوريه حلوه، قلنا ماشي. قالوا لنا الراسماليه وحشه والاشتراكيه حلوه، قلنا قشطه. وعلى ما حفظنا النشيد وتعلمنا الاغنيه وفهمنا الفيلم وعرفنا ان علي بن الجنايني ممكن يتجوز انجي بنت الباشا، فجاه قال لك لا، الراسماليه حلوه والاشتراكيه وحشه. علي بن الجنايني ياخد هنادي بنت عمه عشان يستر عليها، وانجي بقى تتجوز تامر لانه من مستواها. وشقلبونا يا حاج ودورونا ودوخونا يا لمونا دوخونا. مش انت يا اخويا اللي بتطلبوا بالتغيير؟ ادي احنا بنغير ويا ريته عاجبكم. خد يا شاك. ايوه يا باشا. الجماعه اللي هناك كلوا؟ كلوا يا باشا. امال؟ وكل واحد خد زرط في 5000 جنيه. 5000 جنيه ايه وزفت ايه؟ دول اخوات مراتك. هو احنا ما خدناش اظرف؟ بلا اظرف بلا زفت يا اخي بقى التراقه. المهم يا حاج، احنا جايين لك في طلب محدد. امر يا سيد. امر لله. احنا كنا عايزين حضرتك بس تجيب لنا تصريح من الداخليه عشان نخرج في مظاهره. مظاهره ايه وهباب ايه؟ الداخليه مش هتوافق. طب صمت يا حاج. مظاهره صمت يا حاج، مش هنتكلم فيها خالص، هنعملها بالاشاره. ايه بالاشاره يعني؟ ازاي يعني؟ قوم يا ده كمان. وده معناته ايه دي؟ الإشارة معناها يا شعب يا كلاب خسارة فيكم النواب. وشاورت على الجزمة ليه؟ الجزمة بقى للي ما فهمش الإشارة. لا إله إلا الله يا أخ سبحان الله. الله ده لا بلاش الإشارة دي، ده ممكن تفهم غلط يا أخي، تودينا في داهية كلنا. خلاص اقعد يا كمال. خلاص بقى نعملها بالنية، نمشي كده رافعين إيدينا للسماء وكل واحد ونيته بقى. لا مظاهرات لا، محدش يضمن.
الله، انت هتلتزم، غيرك مش هيلتزم. حد من عناصر الشغب ينداس في وسط المظاهر يباهي العمل بقى واحنا في حال الطوارئ. لا لا لا، ده مين اللي شار عليكم بالشره المهببه دي؟ يا جوده يا حاج. جوده؟ لا يا جوده لا، الكلام ده ما ينفعش. انتوا تجيبوا لي طلباتكم وانا احطها تحت بطل واطلع بيها على مجلس الشعب، اوقفه لك على رجل، اشعل للدين. امال ايه شغلتي ايه يعني؟ بقول لك ايه، عايزك كلمتين كده على انفراد بس الخلق دي لما تمشي. طب نستأذن احنا بقى يا حاج. بالسلامه يا حبيبي. طب خدوني معاكم بقى اروح ازاي؟ تعالى بس اقعد. رايح فين؟ انا هحضر لك الكوبا. بالسلامه. انا عايز اقعد. انت ايه اللي رمك على اشكال الوسخه دي؟ الواد كمان ده واد شيوعي، والواد المقفع اللي معاه ده المحظور. محظور في ايه بس يا حاج؟ ده جميل بزوجتي اماني، ده ملوش في حاجه، ده اسمه صنع بقى بشريه. فضك من ده كله. انت من النهارده وطالع بقى هتشتغل معاي شغل بحق وحقيقي بقى. انا؟ ايه امال ايه؟ انا قعدت افكر كده واقول مين يا هادي عبد الستار تاخد ابنك وتحت باطك يخاف على مالك؟ مين يا هادي عبد الستار؟ مين يا هادي عبد الستار؟ انت يا جود. ايه امال ايه؟ والجدع تضحيه فداء. يا عمالي انت حالية ولا ايه؟ هي بالظبط كده، بس اسمها بيزنس. قد يا جود انت من النهاردة شريك. انا؟ بس عايز منك ايه بقى؟ تعزم الحتة الفقر اللي انت ساكن فيها دي، هجيب لك شقة على النيل تليق بالوضع الجديد بقى. طبعا انت عارف يا جود ان القانون والدستور يمنعوا ان انا اعمل بيزنس مع الحكومة، وطبعا انت عارف شغل الحكومة هي دي اللقمة الطرية. فانا بقى ايه؟ الجماعة اللي كنت شغال معاهم الاول كلون سرقوني بعيد عنك مع انهم قرايب، لكن تعمل ايه؟ خير ان تعمل شر ان تل. وانا تحت امرك يا حاج، انا خدام. بس اتغير شكلك دي، ابعت لك حد غير. لا يا هاد، انا عايزك انت جودة بس نيو لوك. الله اكبر الله اكبر. خد يا جدع انت. انت رايح فين؟ رايح اصلي الجمعة. صلي الجمعة؟ هات بطاقتك. انت ايه حكايتك بقى قول لي؟ ما انت لسه مصلي الجمعه من 5 اسابيع، في ايه؟ يا باشا اصل انا كنت نادر نادر وجاي وفيه. نادر ايه بس؟ انا مش شايف معاك اي حاجه خالص. لا يا باشا انا كنت نادر لو ربنا كرمني اصلي الجمعه. ادخل. طب بعد اذن سعادتك يعني بس اخلي الشبشب ده هنا عند سعادتك عشان المره اللي فاتت الجزمه اتسرقت. شيل الزفت ده من قدامي. من على ابو الزفت اللي يزعلك. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. السلام عليكم. اهلا اهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابني؟ اتفضل اتفضل. توكلنا على الله. بسم الله ما شاء الله توكلنا على الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا أمة الإسلام، اللهم بارك لنا في رئيس جمهوريتنا. آمين. وبارك لنا في رجال الأمن جميعًا. آمين. وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اللي اقول لي يا ابني. نعم. وايه الحكايه بالظبط؟ الناس راحت فين؟ هو العيب في الناس ولا العيب فيا انا؟ اقول لك الحقيقه يا عم الشيخ وما تزعلش. لا يا ابني مش هزعل. بصراحه انت بتطول قوي في خطبه. انا؟ السلام عليكم. نادي القضية الأولى. دعوى رقم 455 لسنة 65 قضائية المرفوعة من السيد جودة المصري ببطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية. أيوة يا فندم. سمير غوري المحامي حاضر عن الأستاذ جودة المصري. في الجلسة اللي فاتت طلبت مجموعة عشوائية من اللي اشتركوا في الاستفتاء وأدلوا بنعم لتعديل الدستور. مظبوط يا سيادة الرئيس. العينة موجودة؟ أيوة يا فندم. تم إبلاغهم وهم موجودين.
اتفضل يا استاذ، العينه موجوده. انا طلبتهم يا سعاده الباسه عشان اثبت لسيادتك حاجه مهمه جدا ومصيريه. ممكن يا باسه اسالهم السؤالين؟ اتفضل. اسمك ايه وبتشتغل ايه؟ في ايه؟ انت بتتكلم ليه؟ سعاده الباشا انا جودة المصري اللي رافع القضيه، والمحامي زي ما سعادتك شايف لسانه لازق في سنانه، فقلت انجز يعني. اسمك ايه؟ علي عبد الحافظ، على باب الله، بائع متجول. طب انت وافقت على تعديل 34 ماده من الدستور، ممكن تقول لي سعادته على ثلاث مواد بس من اللي انت وافقت على تعديلهم؟ يا سعاده البين عملت زي كل الطابور ما عمل، ابصم هنا بصمت، هو حصل حاجه يا باشا. طب ممكن انت بقى تقول لي سياده القاضي على ماده واحده بس من اللي انت وافقت على تعديلهم، وايه وجهه نظرك فيها؟ أقول؟ قول. قول بصراحة، أنت في محكمة. أنا أعترف. هم قالوا لي المصلحة دي فيها خمسيناية وجبة كومبو. وجبة كومبو؟ قال فيها بطاطس وسائع حجم كبير. أه ده أنت اللي طلعك بره. يا ريت هتعطي الباسة. هم مين اللي قالوا لك؟ الجماعة باشا اللي بيلمونا كل ما بيبقى فيه انتخابات. اللي بيلمونا كل مرة في الانتخابات. أظن سعادتك سمعت وتأكدت من عدم أهليتهم وبطلان أصواتهم. اتفضل ساعتك كمل. وانت تعرف ايه عن المواد اللي اتعدلت؟ انا باشا بشتغل موظف الحكومه بعقد مؤقت، طبعا زي ما سعادتك فاهم لو وافقتش مش هتثبت. ده الدفع الاساسي في الدعوه يا سياده الرئيس. عدم الاهليه. وعدم الاهليه سيدي الرئيس بيتحقق بالجهل المطبق الذي يصل الى حد الغفله والسفة. زي ما سعادتك شايفه، سعادتك شايف العينه. وهذا سبب اساسي وجوهري في بطلان نتيجه الاستفتاء. سيدي الرئيس لابد من وقفة أمام هذا الهراء، فنحن شعب من الشعوب القديمة على هذه الأرض، وعار علينا أن يحدد مستقبلنا ومستقبل أولادنا هؤلاء السفهاء الجهلاء. عار علينا. يعني سعادتك الكلام ده بيحصل في مجلس الشعب وبنقول ماشي، لكن الدستور لا. إلا الدستور يا باشا. اه ده انت اللي طلعك بره. طلباتك يا استاذ. الغاء نتيجه الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور، وتحميل الحكومه كافه المصروفات واتعاب المحاماه. انا ما قبضتش حاجه سعاده الرئيس، وزي ما سعادتك شايف موكلي تعبان ملا. دفاع الحكومه اتفضل. المستشار اشرف الغنام من هيئه قضايا الدوله ومحامي الحكومه. ارجو من سيادتكم اجل الاطلاع. تؤجل القضيه ل 15/7 للاطلاع. يحيى العدل! يحيى العدل! انا بريء! بس بصراحه بقى الاستاذ سمير المحامي كان في منتهى الروعه. سامع يا استاذ؟ ادي الناس اللي بتفهم. يا عم ايه ده لولا العبد لله كان القاضي حبسنا. انت جايب لي محامي انجكشن. شوف يالا، رغم كل اللي بيحصل لك ده لسه الجوده بتاع زمان، لسه بتحس وبتنفعل، لسه صوتك عالي وبيكلكل. انت من الاحياء يا جوده. كفك يا بقى حتى في حته مذكره. طبعا نبقى نتقابل بقى بالليل في المكتب، وانا كمان اشوفك بالليل على العشاء. فين جوده؟ جوده فين؟ ايه يا جميل؟ ايه يا عسل؟ ايه يا روح امك؟ رافع قضيه عايز تبطل فيها استفتاء الشعب؟ شعب بحاله مش عاجبك رايه؟ انت عارف عدد الشعب ده قد ايه؟ حد يقدر يعد شعب يا باشا؟ حد يعرف يعد شعر راسه؟ بتقول لي انت تسوى ايه بالنسبه للشعب؟ حجمك قدام حجم الشعب ايه بقى ايه؟ رد عليا! انا ولا حاجه يا باشا، انا يا دوب نمله. نمله. والنمله عشان تعيش في سلام وامان، ومحدش يدوس عليها بجزمته ويفعصها. تعمل ايه يا جودة؟ بتمشي جنب الحيط يا باشا. غلط. جنب الحيط ممكن برضه تندهس. النملة عشان تعيش في سلام وأمان. تعمل ايه يا جودة؟ تخرم خرمة جوه الحيط وتدانى فيه. برافو عليك. تخرم خرم جوه الحيط وتدارى فيه، وبكده تعيش في سلام وأمان. وعلى رأي المثل يا جودة، تعيش نملة تاكل ايه؟ تاكل ايه؟ تاكل سكر. والله يا باشا لو اضمن ان انا لو عشت نملة اعيش في سلام، كنت اتلميت انا ونملتي في خرمنا وحمدنا ربنا.
لكن ولاد الحرام مش هيسيبونا في حالنا. ولاد الحرام؟ تقصد مين يا لأ؟ لا 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 يا باشا، في ناس كده يا باشا شياطين مزاجهم يفعصوا في النمل. الواحد فيهم لو كل يوم ما فعصتوش 100 نملة ينمل، ما يجوليش نوم. بص يا جودة، في شوية نمل حلوين هبعتك ليهم، هيعلموك ازاي تفكر زيهم، تاكل زيهم، تتكلم زيهم. يا باشا بوس رجلك، أنا استجدت سنين كلمت النمل والدبان والصراصير والفيران. أنا من رجلك دي لرجلك دي. والقضية؟ مفيش قضية يا باشا، ما اترفعتش. والمظاهرات والصوت العالي؟ أنا أصلا أخص وسمع تقيل. وشك مش عاوز أشوفه غنى تاني. أنا ماليش وش يا باشا، أعتبره قفا. خليك فاكر يا جودة، تعيش نملة أكل سكر. كل يا جودي.